سلام صبايا، كيفكن؟ رجعت لكم اليوم بتجهيزاتي للسفرة. أنا مسافرة يا جماعة، هي السفرة كنت مخطط لها من أول ما بلش الحظر، وكانت على أساس 16/6 إنه نروح ليلوة. بس شو صار معنا؟ صار معنا ظروف نقلة البيت، وإنه رح نطلع من بيتنا، فأجلنا الموعد لهلأ قبل ما أنتقل من بيتي. فجهزت الأغراض كلها وحطيتها على الطخط، وأنا متحمسة كتير مثلكم. يعني هاي السفرة بمناسبة شغلة أنا عملت هاي السفرة وخططت لها كتير، فرح تعرفوا هذا الشي كله بيلوة، ما رح تعرفوا هون. فأكيد أول ما حتفوتوا رح تعرفوا وين رايحة. فهلأ رح نبلش نضب الأغراض، بس بتمنى منكم إنه هذا الفيديو على قد ما تعبت فيه تحطوا لي لايكات عليه، لأنه عن جد بستاهل، وتكتبوا لي تعليقاتكم الحلوة وهيك تقولوا لي ان شاء الله اجازه حلوه ورائعه، شو ما بتحبوا اكتبوا لي. المهم عم بنتظر تعليقاتكم، وما تنسوا تشاركوا الفيديوهات وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. يلا تعالوا نظبط الشنطه. هلا راح اضب الاغراض. هذيك الشنطه طلعت صغيره، فراح احطهم بهي الشنطه اكبر. اول شيء المناشف، اخذت 3 مناشف لانه يعني وحده الي، وحده لزوجي، وحده للاولاد، هيك حسبت حساب. اخذ فساتيني لانه اكثر شيء بلبسه صراحه يعني، وراح احتاجه هنيك بهالسفره. فساتين رح اطبقهم هون، هدول هن قماشتهم باردة، يعني اذا حطيتهم هيك فوق بعضه فما مشكلة، يعني ما بيصير لهم شي ولا بيرجع لك، والحمد لله. يعني واهم شي هذا الفستان كلكم شفتوه معي، انا جايبته عشان مناسبة، رح تعرفوه هيك. ولا مرة لبسته على فكرة هذا الفستان، رح اخده معي البسه هنيك. بيحكي لكم عن بيجاماتي. هاي البيجامة جبتها من عروض البهيم، سعرها 75 ليرة. باخذ بيجامات مريحات للنوم اكتر الشي، وهي جبتها حوالي 35 ليرة من باجا ميدان بكم، لانه احيانا بصير برد بالليل، فاحسن شي نختار هيك بيجامات. واستبعدي شويشة. وتالت بيجامة جبتها من البهيم كمان، من عروضها كتير 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 منيحة، ونفس الوقت بكم. يعني هدول الشغلات رح يلزمونا واحد رح ننام برات البيت. وهدول البناطرين بلبسهم تحت الفساتين، فما بقدر من دونهم، فبدي اخذهم اكيد اجباري. اخر شيء بدي احط اغراض السباحه، رح فرجيكم اياهم هنيك. اشتريت هاي بيجامه للسباحه حصرا المحتشمه، وفيها حجاب، بس حجابها مع الاسف بيجي نايلو، فسلفتي قالت لي جيبي حجاب سوري، فجبت حجاب سوري ب 25 ليره لونه اسود، فمشان كمان مشان وقت البسه وقت السباحه، لانه هذا الوقت السباحه هذا الحجاب كتير نايلو بيعطي شوب كتيره. هلا خلصت اغراضي صراحه، هدول هن اغراضي، بقي اغراض زوجي رح احطهم بالشنطه، وبعدين بشوف اغراض الاولاد. يا جماعة شوب كتير باسطنبول، يعني أنا كتير مشوبة لدرجة مو طبيعية، مشتي هلا أروح على البحر وأنط فيه، لأنه عن جد شوب كتير. رح أفرجيكم شو بدي آخذ. رح آخذ معجون أسنان وفراش أسنان، بس لسه ما رح أضبهم هلا لبين ما فرش أسناننا وننام، فبحطهم بشو يا حجركم. كيس المونة هذا من إيكيا بفتحه وبحطه فيه مشان إذا بعيد الشر انفزع أو صار له شي يكون موجود بكيس الحافظة. هذا واقي شمسي ضد الشمس بشان البحر، فجايبته من الفيلر، فكمان رح احطه بكيس المونة بشان ما ينكب. رح اضب اغراض الاولاد، فرح اخذ شنطاية شاب، ما بعرف اذا رح يوسعوا فيها اغراضه.
حتى اللي بتعزمني رح سوي فيها قهوة الصبح، واخذت معي هاي الركوة، هاي خاصة للحليب شان ما بلزق فيها الحليب خالص، يعني هاي الركوة، فبنصحكم تجيبوا منها، فاخذتها كمان مشان هالشغلة. راس بعجوة فجابوا امبارح زوجي، فرح اخذهم كمان معنا. اخذت سائل جلي مشان كمان اجلي اذا كان احتجت، هنيك ما في لودانين حتى ليفة ممكن ما في، لازم اجيب كمان معي. هلا هون بدي اسوي الشاي، وبدي اسوي هون شاي وهون قهوة، واخذها معي كمان على المشوار. بالطريق بنشرب شاي بنشرب قهوة، هي بعجبة كمان بحطها بكيس هيك بناكل منها كمان، مشان هيك تركت هون الشاي بعدين بحطها اخر الشي. بدي اسوي شغلة فطور ناخدها معنا. جبت هاي ميلافوي، ميلافوي كتير كتير طيبة بهالشغلات، فرح استخدمها ونعمل وصفة فطور سريعة مثل الفطاير السورية. انا حطيت حوالي بيضتين، وحطيت لهم ملح، بتقدر تحطوا لهم فلفل اسود، حطيت شوية بيض. شوفوا في منهم زبط شكلهم اكتر من اخواتهم الثاني، حاولوا تحطوا هيك على جوانبهم بيض تفرشوهم في مثل بالفرشاية، شايفين؟ ليش يا حذركم ما لازم نكتر طحين، فيفضل انه ما نكتر من الطحين عشان تزبط معكم الشكل منيح. في منهم راح احط هيك عليهم بندورة وفليفلة، وفي منهم راح احط عليهم جبنة عادية، وفي منهم راح احط بدل جبنة عادية جبنة قشقوة، واخر شيء اذا بتحبوا كمان حطوا سمسم او حبه بركه. هلا راح ادخلهم على الفرن واروح البس ولبس الاولاد. هلا بدي اعمل كمان هيك سندويشات بيض وسندويشات مارتديلا عشان الطريق، يعني ناكله مع الطريق يعني اكيد راح نجوع. فهلا جبت الزبدة، رح احط هيك شوية زبدة، هيك سندويشات كتير طيبات مع خبز اللافاش، خبز اللافاش هيك وصفات كتير كتير طيب. خبزة، بعد ما حطيت الخبزة احط اشوى. هلا طلعوا من الفرن، التدعوا شوي نسيتهم، فالتدعوا شوي، شوفوا شكلهم كتير طيبين بس التدعوا شوي، بس يلا مو مشكلة بالاخير يروحوا على البطن، بس كتير حلوين بنصحكم تجربون طيبين كتير. هلا بدي احطهم بهاي العلبة. خلصت الحمد لله كل شيء، سويت كل شيء، طلعوا ضبيت كل هدول الاغراض، هدول بس للاكل، وهذا الكيس الفطور كل شيء صار جاهز. هون الفرن عم خليه يبرد عشان ارجع عليه الاغراض. هلا جهزنا رايحين، وضبيت كل شيء، سكرت كل الغرف هيك وراي احسن، وشلت فيها عشان مراوح. شفتوا انتو هلا نحن الفترة هاي كتير شوب، وهي خلصت هيك طبقتها، والمطبخ خالص الحمد لله. هاي في الطناجر هون، رح طفي ضو هذا اللدات كمان، الحمد لله ادعونا تتيسر امورنا. وهي غرفة الصالون ضاببتها اصلا من الليل، وهي افتح هيك، فهلا خلصت كل شيء، سكر الباب
هلا رح اطلع. حطوا له لايك لعمر. لايك لايك لايك. واشتركوا بالقناة لمامي. نعم. اشتركوا اشتراك. نعم. وين هشام؟ وين رايحين يا هشام؟ بحر صعب. يا جماعة أبشع شيء الزحمة باسطنبول، شايفين؟ مو مصدقين إما نطلع من اسطنبول عشان تخلص الزحمة ونصير نمشي سريع. طلعوا قديش في زحمة. مع الأسف مع إنه الساعة قديش هلا؟ 9:28 دقيقة وهيك الزحمة توقع. صار وقت الفطور. فطاير ده انا عملته عيدي بس شوي ابتدعوا لاني تركته ومشيت. بدكم شام عمر خدوا شام خدي بدك حبيت اعدي على كوجالي. اكيد كلكم بتعرفوا انه ربا ساكنه بكوجالي فحبيت امر عليها، هي صديقتي ورفيقتي وبنفس الوقت هي عندها قناه على اليوتيوب مع ربا اسمها، فكتير عن جد مبسوطه انه راح اشوفها وهيك ازورها بيتها. وانا ما عدت صراحه بس انا ما خبرتها الا قبل بساعه انه انا اذا انت فاضي بدي اجي لعندك عشان ما اخليها تعمل شيء، لانه انا بعرفها بدها تعمل كثير شغلات كذا، لانه انا بس بدي اعدي نص ساعه هيك اشوفها و وهيك اشرب فنجان قهوة وامشي. فخلونا نروح نشوفها لربا مع بعض. شو هذا؟ ليش معذبة حالك؟ هي ما خبرتك وهيك. اهلا وسهلا. اخيرا نشرب من فناجينك القهوة. أيوة والله شايفة؟ شايفة ما احلاهم؟ كثير حلو بين. بكره بشربك فناجيني. انت بس تعالي. ان شاء الله. وجيبي هيك امك معك. ان والله عن جد انبسطت فيكي، يعني جد هيك بحس معكي بحكي كانه وحده صبيه ما شاء الله. والله انا حبيت فيكي البنات. اي خلي لي قلبك والله. اي والله الشرف الي. اي تسلمي لي. ها امانه تعالي لعنا. ساره بدها تتصور اس. مرحبا. كيفك؟ مبسوطه بشام وعمر؟ شو الفستان الحلو؟ احلى الفستان. اعطيني اسواراتك. اعطيني اياهم. اخذهم؟ ما بيوسعوا بايدي المشكله بدي انحف كثير. البرنده اللي بتصوري منها؟ اي بس يا عيني شوفي بحياتي ما توقعت اجي ازورك. ها اي بس سبحان الله مرتبه اليوم. يي احلاها الصبح ما انا عملت لك اياها مفاجاه. شوفي شو هالسبريز. سبريز حلو ما. هاي غرفتك النوم ما شاء الله. الله يهنيك يا رب مشان ما نطلع بالمرايا. حلوة حلوة هذا الشلفة. منو جايبتي اياه؟ ايوه الشلفة جبتها من قلب السوق هيك يعني مو من محل معين يعني. والله حلوة كتير كمان. هي حلوة كتير. هي شو تبعت الصالة حلوة كتير كمان. والبرادي هيك كتير سادة. ايه عن جد هيك كتير حلوين عن جد. الله يهنيك يا رب. الشيفون اللي تحتهم كتير كتير سادة ما والله. من وين جايبتيهم؟ والله حلوين. احزري من وين؟ من عند كوشتاش. والله بدي اروح. عم اقول لك انه روحي على كوشتاش بتلاقي شغلات كتير. والله لا خلص خلص مجهزة حالي. مدللة حالك حاطة هون مكيف. كسفتك. مدللة حالك بدي اجي اقعد هون انا. العظيم مو طبيعي. اي والله. هلا بعد ما طلعت من عند ربا رايحين بطريقنا على يلوى. كثير انبسطنا بالزياره وفرحت يعني وفرحت فيها بنفس الوقت. هيك ربا كثير قريبه لقلبي وهيك قعدت هيك بنبسط فيها بحسها كاختي
كرفيقة، فرح تلاقوا رابط قناة روبا بصندوق الوصف وبتعليق مثبت. كلكم روحوا لعندها عن جد تابعوها، إنسانة بقمة الأخلاق والأكابر، عن جد قليل تلاقوا ناس هيك صادقين وأخلاقهم عن جد رائعة. وصلنا فأخيرا هنيك، خلاص أربط له وتعطيه كوية. يا عيني البنايات صفر وزهري وأحمر وكذا، ما شاء الله كل الألوان الطبيعة. ممكن ما رح تدخل منهم، بدك تروح تسجل. هلا وصلنا ريزرفاسيون أو الزوار إبراهيم. يا عيني على الخضر، شايف قديش في خضر؟ ما شاء الله كثير خضر ما شاء الله. لا احنا جايين ناخذ الغرفة، فرح ناخذ الغرفة ورح اعمل لكم بالفيديو الجاي جولة بالبيت، ورح اقول لكم على الاسعار وكيف تقدروا تحجزوا كل هالشغلات. فانتظروني بالفيديو الجاي، لهون بكون خلص الفيديو. ما تنسوني تحطوا لي لايكات وتشتركوا بالقناة وتشاركوا فيديوهات مع رفقاتكم. هلا بكم، سلام.